اطلع اسبوع مصيف واسيبهم ده يكلون، ده انا بقى اغيب عنهم 3 ايام بيبقوا بيهلبوا على الدنيا. بس بيخ انا جيت وحشتوني. واحد صاحبي قليل الادب كان عايز ياخدني للرازيلي وياخدني معايا اسبوع راس البر او جمصه او الساحل الشمالي، وبقول لي اختار. انا قلت له هو الساحل الشمالي جوه في مصر؟ انا كنت افكره بره مصر، كلهم بيتكلموا انجليزي كده وبيتكلموا بالدولار، انا افكرهم بره مصر والله. يلا بقى مش مهم. المهم بقى انا جنسلت الرحله دي وقاعد معاكم، وعشان انا قاعد معاكم غصب عني وبسببكم محدش يتفرج على الفيديو دي، لان انا هنتقم في الفيديو دي. جايب لك بقى شويه حاجات مش تضحك بس ده تموت من الضحك. تعالوا شوفوا الفيديو. صحتني نامي يا حبيب، اسف لو بنت حبيت. هي العيال دي ما بتحرجش؟ طب العيال دي بلاش عيال بتتفرجوا عليهم؟ طب الناس اللي معديه في الشارع ما فيش واحد يخبطهم كده بالرجل كده يوم وهنزحهم الكوبري؟ لو بس تلاقوا هتموتني، بتغير عليا مجنونه حبتها زي لا 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 خربت امك. بتبص ايه؟ انا بقيت بحس ان البلد بتتأجر. ولا تتأجر، اصل مش معقول اللي بيحصل دي بيحصل كده ببلاش. لما تلاقي جوزك عمال ينزل بوستات وستوريهات حزينه لازم تعرفي ان هو وسيد الميكانيكي سابوا بعض. قفشوني واخده بالك الحقيقه بقى عشان ما يروحش الميكانيكي تاني، الترمبه بتاعت البنزين بتبوظ بسرعه. احنا هنرجع ولا شوف غيرك؟ اشوف غيرك؟ هو راخي النمر في جمعية؟ ده الكونية المية ما تتجحر من تحت منكم، ده انت اقسم بالله رجيم من بيز ابليس. انا حبيت احكي لكم بنطلونيز قطع ازاي في الشركة، وانا بجد تيزي مش كبيرة. ايه الفتحة لي؟ طب ممكن اشوفه؟ عشان المنظر ده خش بدماغك، تدخل بدماغك او تعملوا حجاب للمصيف عشان الشمس. ونبقى رجاله بالراحه نشوف الهزار مع بعض عشان خاطر ابوس ايديكم بالراحه اشوف، يعني الناس برضو ماشيه بواسير برضو، معلش اعذروه. اخيه هو يوم اليوم بعد بكره؟ كانت ليالي مره عشت في ليالي. يا سيد امن بالله انت محتاج تلبس البنطلون بتاع الواد اللي في الفيديو اللي فات. حلو عليك وهيبقى انت تلبسه تلبسه يعني فيها كمان. شو بدنا نساوي العمر رايح يا رايح لحبيبي كله، شو بدنا نساوي؟ يا جماعة أنا بناشد جمعيات حقوق الإنسان للخرس في مصر تتبنى رصاص كروات. مفيش اي سبب في الدنيا يديك الحق ان انت تتصل بيا 4 مرات ورا بعض غير ان انت لقيت بصماتي على جثه امك. معلش حقك علينا، ما تنسى فرقت هو يخرب بيت ابوكم فرحتونا. هو انت الرجاله اللي من دول بتشرب لبن نيدو؟ ما تنسى انت واكل يا هلا يا نسوان فرحونا الله يخرب بيوتكم. عامل نفسي مش داري واخد خطوه اجباري. الله يا بنتي ما تحترمي الواد اللي معاك يخرب بيت امي. كله بقى ما في الشارع ان الفترة الجاي الرجالة هي اللي هتولي. لما تيجي تشرب ميه من المبردة ما تقولهاش كده، نزلي ميه نزلي ميه مش هتنزل. ازاي يا حليتي؟ ازاي يا حليتي يا اللي مفيش زيك؟ ازاي يا فيلسوف عصرك وزمانك؟ ازاي اللي جدك يبقى اينشتاين؟ قولي ازاي بقى؟ لما تيجي تشرب ميه من المبردة هتعمل كده وهتنزل ميه يا التلقائي، وهتشرب ميه زي البني ادمين. استنوني كل يوم في معلومة جديدة. انا هسجل الفيديو ده تلقائي كده. ايه موضوع السجاير ده؟ لا ما ينفعش، اصحم. ايه يا حاج في ايه؟ مالك كده خبطتني في ايه؟ خير السجاير مالي؟ منعوي؟ ده كيف بتاع 20 مليون واحد، قسما بالله عندهم السجاير افضل من اللحمه، اقسم بعز جلالة الله لو طلعوا مودين محمد لا هيخلوا لا كبير ولا صغير. هو انت خرمان؟ لا رقابه ولا غير رقابه، شوفوا الحل الاحسن. والمصحف دي بالذات بقى انا واحد من الناس،
هقول ابو 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 التخين كل في البلد من كبيرها لصغيرها. عشان تصدقوني لما اقول لكم ان الرجاله طيبين هاتوا له علبه سجاير وانت ترضيه. حضرين معسل وقعدي وهيلوا الموقف كانه على القهوه وانت تسمع منه احلى كلام. والله احنا كرجاله طيبين، والله العظيم طيبين. الفيديو ده للولا حبيبي. بص يا ابني الناس، انت من طريق وانا من نفس الطريق، كده كده مش هسيبك في حياتي. هو احنا مش هنرجع بقى ولا ايه؟ هو انت عشان انا بحبك يعني وشايف كل الحب ده مش عايز ترجع ليا؟ ازاي بنت تطلع تقول كلام زي دي؟ والله انا هترجع اقوله. طب انا اقول لك بقى على حاجه وانا متضايقه كده، برضه مش هسيبك. ارجع بقى. زمان ما كانش في واحد تتسجر كده تطلع من غير طرح، تطلع كده حتى على الباب وتقول مين. دلوقتي البنات بتطلع فين ابوها ولا فين امي ولا فين اخوها. بس ايه، هتلاقي ابوها بينفذ احكام على التيك توك. ضحكنا وخلصنا. نسمع بقى الكلمتين المهمين، رساله هامه لكل البنات والاولاد. اتقي الله في نفسك، والله العظيم بجد اتقي الله في نفسك مش في اهلك. اهلك كل واحد مسؤول عن نفسه، انت كمان مسؤول عن نفسك. فاللي بتعمليه هو اللي هيترد لك وهو اللي هيكون صوره ليك قدام اي حد. فانا عشان كده بقول لك اتقي الله واسمعي كلمه ونصيحه من اخ. بس ولو انت قاعد تتفرج عليا لحد هنا وضحكتك بس ولو ضحك خفيفه، يا ريت تعمل لايك. اعمل لايك ومشاركه، اعمل لايك ومشاركه لابوك يحج وامك تحج واخواتك يحجوا ومجرش يحج وكل البلد يحج. بس ايه المشاركه. يلا بقى استنيني فيديو جديد مع ناس قديمه.